استقبلت البعثة الطبية المصرية أول فوج لحجاج الجمعيات بمقر إقامتهم بمكة المكرمة لإعطاء النصائح والإرشادات الطبية خلال موسم الحج. وأكد رئيس البعثة الطبية المصرية عمرو الرشيد أكد أن عيادات البعثة بمكة المكرمة والمدينة المنورة بأطقمها الطبية على أهبة الاستعداد لاستقبال الحجاج المصريين لتقديم أوجه الرعاية الطبية لهم على مدار الساعة. في ظل توافد ضيوف الرحمن على مكة المكرمة لأداء الفريضة حج البيت، أتمت البعثة الطبية المصرية جاهزيتها من خلال عياداتها الطبية بمقر إقامة الحجاج المصريين بمكة المكرمة والمدينة المنورة مع وضع اللمسات الأخيرة لاستقبال ضيوف الرحمن لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية لهم على مدار الساعة. تم المرور على 20 عيادة اللي تم فرشهم في خلال الثلاث أيام السابقة، التأكد من جاهزية وجود الأدوية، التأكد من جاهزية التشغيل الفعلي للعيادات، لأن بداية وصول الحجاج المصريين كان النهاردة إن شاء الله. فإن شاء الله نتمنى أن الأمور تسير على ما يرام والعيادات جاهزة لاستقبال كافة الحجاج. العيادات بتعمل على مدار الـ 24 ساعة مجهزة بكافة الأدوية اللي يتم استخدامها في الحالات اللي بتتردد على العيادات في هذا في موسم الحج. كافة التخصصات الطبية موجودة من عظام لجراحة لبطنة لقلب. عندنا أنتيبيوتيك، عندنا مضادات حساسية، عندنا كريمات للالتهابات، عندنا مسكنات، عندنا أدوية السكر الأدوية، عندنا كل الأدوية متوفرة لجميع الحجاج إن شاء الله فترة الحج. ومع بدء وصول أول فوج من الحجاج المصريين إلى مقر إقامة بمكة المكرمة، حرصت البعثة الطبية من خلال فرقها الوقائية باستقبال الحجاج المصريين لتوعيتهم بكيفية الوقاية من الأمراض المعدية وضربات الشمس. بنقابلهم هنا، بنديلهم توعية وهم نازلين من الباصات، وجبنا حتى برنامج الفيديو الإرشادي بتاعنا حطناه في شاشات في الفنادق عشان الحاج يشوف الإرشادات ديت على طول 24 ساعة، إرشادات سريعة جدا لأن طبعا الحاج بيبقى جاي من رحلة سفر، فبنختصر له الموضوع في أربع حاجات مهمين، إن هو يعمل وقاية من أشعة الشمس، وإنه يستخدم شمسيات، إنه يشرب كميات مية وسوائل، إنه هو يستخدم الماسكات في التجمعات والأثناء الزحام. ضيوف الرحمن عبروا عن سعادتهم البالغة لبدء الرحلة المقدسة وسط إجراءات ميسرة. نصايح طبية والمشوار كان جميل ورحلة كانت لذيذة. عندنا كتاب مثلا عشان ضربات الشمس وعون عشان ما نمشيش في الشمس كده لازم بشمسية. الفندق طلعت حد من البعثة الطبية برضو اتكلم ده إرشادات بسرعة وقال إن في الفندق في بعثة طبية متواجدة. وهي كان في أطباء وكان في كمان كتيبات وكان في مشايخ بيوعوا الناس وكده بدأ من البداية. من ساعة ما ركبنا صراحة ان الرعاية ممتازة جدا وحاجة جميلة جدا. جهود مضنية تبذلها البعثة الطبية المصرية بالتنسيق مع السلطات السعودية لتوفير الأجواء الروحانية لضيوف الرحمن حال وصولهم إلى الأراضي المقدسة. محمد حلمي، التلفزيون المصري.